عقدت وزارة الدفاع الصينية يوم الخميس 25 من الشهر الجاري مؤتمرا صحفيا، حيث قام المتحدث وو تشان بالرد على نشر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نظام الثاد المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية. نشر الولايات المتحدة نظام الثاد المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية ليس مسألة تكتيكية فقط، بل مسألة استراتيجية أيضا، وإنه يخل بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة ويقوض المصالح الاستراتيجية للصين ويضر بالثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقد يسبب نشر النظام الصاروخي ثاد نتائج سيئة لا يمكن تجاهلها في المنطقة. وأريد أن أضيف أنه رغم قول المسؤولين الأمريكيين بأن نطاق كشف رادار النظام الصاروخي يبلغ بضعة مئات من الكيلومترات فقط، إلا أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية نقلت عن مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكي جيمس سيرنغ قوله خلال زيارة لكوريا الجنوبية بأن نطاق الكشف للرادار يمكن أن يصل لأكثر من 1000 كيلومتر تحت النمط المحدود.